بسم الله الرحمن الرحيم. كورس الإلستريتور درس 10 شو أخذنا هذاك الدرس؟ هاتوا نشوف مروج شو أخذنا هذاك الدرس؟ تسكرت المايك. طيب أيوة، شو أخذنا هذاك الدرس؟ أخذنا البنتون وشون نحدد الأشكال، وقلنا تكون البنتون يا أما الخطوط حادة، تمام، اللي يعني خط مشي حاد، تمام، و يا أما تكون المائل، الخط المائل، تمام، والله اللي هو المنحني تقريبا. هو المنحني. وبعد شنو قلنا شلون نضيف النقاط وشلون نقلل النقاط اللي عندنا، وشلون مثلا إذا احنا بدنا نرسم ونريد نبقى على نفس الأداة البنتول، نكبس الالت ونغير، يعني شلون نشوف النقطة شلون نقدر نغيرها، او مثلا نحول من الحادة إلى المنحنية، هيك الانحناء، أو من المنحنية إلى الحادة، وهكذا، اللي هي تكون مثل سهم صغير، ويعني نكون على نفس الأداة ما نغيرها. وبعد شنو بالله يعني أكثر شيء هي هاي الأمور، وحددنا هواي أشكال. قلنا كمان إني نحن لازم نكون نستعمل على الأقل عدد نقاط ممكن مشان الشكل تبعنا يكون صح. صح الحكي. صوتي يقطع. الصوت عم يقطع؟ أي صوتي يقطع. تسمعيني هلا هيك؟ أي هسه تمام. تمام. لما نحن قلنا كمان نحن الشكل اللي احنا نرسمه لازم يكون عدد اقل شيء عدد نقاط ممكن، يعني بالضبط. لازم نخفف عدد نقاط، فنحن لازم نحاول نخفف نقاط. مثل ما امبارح لما رسمنا شكل تويتر، فنحن رسمناه بعدد نقاط اقل بالمره الاولى، أقل. بالمره الثانيه. طيب جربت هالشيء؟ نعم، اي جربتي هيك ترسمي بعدد نقاط قليلة؟ جربت مشي الحال؟ مشي الحال. إذا نحن جبناه، حاولنا يكون ضغط شوي، بعدين نحن شو بنعمل باللاير؟ كبستين، نقلت له، كبستين على اول خيار، اوكي، على مود نقفل بعدين نضيف واحدة تاني، نبلش بقى نحن شو بنعمل؟ نرسم، نحدد وين بدنا نحط النقاط، صار عندنا هون نقطة، هون النقطة نقطة، هون، خلص يلا، هون نقطة، هون، 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 اوكي، فنحن بنحاول قدر الإمكان شو قلل النقاط، بعدها بنجي أنكر بوينت، نبلش نظبط. هذا الضغط كلاد ظبطنا منحني واحد. هذا نفس الموضوع، هذا نفس الموضوع، البنتول كتير ضرورية بالإلستريتور، كتير بنشتغل عليها بالإلستريتور، أو مثل الفوتوشوب، لازم نحن نكون نشتغل عليها منه، لازم إيدنا تكون أخذة عليها منه. الموضوع مو بهالبساطة أبدا، إني نحن والله بنتول يلا لو فوتوشوب إيه بقول والله ما هي مشكلة، يعني ممكن ما نستعمل قليل أو كذا. أما بالإلستريتور خصوصا بتصميم الشعارات الشغلات هدول كثير راح تلزمنا، إذا ما لزمتنا هني فراح تلزمنا إعدام الأدوات.
لذلك نحن لازم نكون نعرف نشتغل عليه. شايفين هلا هالشكل هذا ما بيصير بأقل من هالنقاط. يعني نحن استعملنا أقل عدد نقاط ممكن في الشكل، ما راح نجي حدا يرسم نقاط أقل من هيك أبدا، راح يرسموا أكثر مو أقل. نحن قلت نجي هذا الشكل هذا هيك، فعندي أنا إياه نسخة تبقى الأصل. هلا لو نفس اللون بس شايفه فنحن بالنهاية مطلوب مننا نرسم الشكل بأقل عدد النقاط ممكن، مشان ما يصير عندي نقاط غير مرغوب فيها هون لهون بالإنهاء. ببين لأنه ببين النظام، ببين مثل العادة أنا عندي شيء غلط. تمام، خلاص انتهى الموضوع. تمام، طيب اليوم عندنا أداة التايب تول. تايب تول شو معناها؟ كتابة لمكتوب فيها، أداة لمكتوب فيها. فإذا جينا على الأداة نفتح عندنا كذا شغل سحبناها لهون، عندي كذا شغل، عندي التايب تول العادية، عندي الأريا تايب تول، تايب أون باث تول، فيرتيكال تايب تول، Vertical Area Type Tool، Vertical Type Compass Tool، بلا بلا بلا. أنا عندي كذا أداة، في عالم الثاني عنده أدوات أكثر، ممكن توصل 10 أدوات أو 12 أداة. فبالنهاية نحن من التايب تول فينا تقريبا نوصل لكل هالأدوات بدون ما نحن نجي نغير في الأدوات. بس نحن ناخذ الوضع، ناخذ الشيء هاي مثلا هلا تنتين تقريبا نفس بعض، هاي بس Vertical، هاي عادية بس هي Vertical، هاي على اليمين مثلا على اليسار نفس الأداة تماما. فنحن فينا نعدل هالشيء، نحن بنكتب بهي مثلا تايب اون باث تول، فينا نقلبها باليسار هون نفس الموضوع، فينا من تايب تول كمان نمشي بهالقصص كده. ف وردة بالذكر تمام، هاي التايب تول مجرد ما نفوز عليها نحن فوق بيتغير هالشيء، جايين عليه بيتغير البار اللي عندي اللي فوق. عندي شكلين للكتابة في الإلستريتور، أول شكل اللي في قوسات أنا كبس هون بطلع لي نص افتراضي. نص الافتراضي شو هو؟ هو نص بس عم بيعبي لي المحل مشان يورجيني اللي هون أنت معبي كذا. يعني في عندك اللهم صل على سيدنا محمد، في عندك هون النص مثل أنا بكتب بالعربي بيطلع لي أبجد هو بطلع لي كلمة، هاي نفس هاي نص افتراضي لا أكثر. فأنا إذا ما بدي أطلع من الإيديت بروح Performance Type، من هون في أي واحد إيه في النيو تايب أوبجكت، إذا شلناه فهو راح يبطل يطلع لي النص. جاد إذا بجي أنا بكبس مثلا ما بطلع لي هذا النص الافتراضي. تمام، هو لا هو بس مجرد إني عم بعبي لي فراغ، عم بعبي لي محل لا أكثر. إذا جينا وضغطنا، جينا نكتب، خلينا نكتب هذا في مثلا في عندي انا كلمه ادوبي، في انا هون بسموه مثل هذه طريقه الكتابه هي النص الحر. يعني انا مجرد ما انا اضغط طلع لي النص. تمام، انا في ضل عم بكتب ضل عم بكتب، انا مستعمل هذا اذا عم بعمل لود بس بدي احط كتابه تحته فرضا هيك، او عم اعمل بزنس كارد فانا عندي كله اسم ورقم، شغلات بسيطه انا بستعمل هالطريقه. تمام، نجي نحن شايف انا هيك هدول اللي طلعوا لي هذا. اذا جيت كبرت لازم اكبر شيفت، فانا لازم شو اكبر وصغير، بيكبر معي النص وبيصغر النص. شايفه لازم يكون كبس شيفت، ما كبس شيفت فطلع بيتشوه، هذا شيء غلط. لازم بالتكست بالذات لازم ضل كبس شيفت، انا مش عم يتشوه النص. تمام، هي نفس المبدا، نكبر صغير فانا بكون عندي شو النص
قام يكبر ويصغر، شايفه؟ وأنا كده بشوف شيفت. شفت. إيه طيب، في عندي نمط تاني للكتابة اللي هو شو؟ بركة. أنا إذا جيت قرأت هيك سحبي، هو عبالي هالنص هذا. جيت تعبت له. شو لما عم يكتب عم يخلص ما بصير فيه ينزل على السطر اللي بعد ما عم يمد مثل هون. هون لما بجي انا اقص هيك طالع هنس لما بجي بكتب هو شايفه ضل عم يروح، شايفه ضل عم يروح حتى غير اذا انا كبست انتر بلشت اكتب، كبست انتر بلشت اكتب بس انتر. هون هو بالباراجراف صح؟ الباراجراف اذا جيت وعملت هيك انا هيك هو طلع لي النص تمام، بس انا عم اجي مكتوب يخلص الباراجراف اول واحد بنط لحاله مكتوب 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 يعني مكتوب. حدد لي الكتابة في الحالة، سطور هو الكتاب يعني. حدد بحجم هذا الباراجراف هاي هو راح يشتغل تمام. طيب اذا جينا نحن نكبر ونصغر، عندي المقابض تبعيتها كبرت، هو شو عم يصير؟ ما عم يكبر النص. قبل شوي كنا هون احنا جينا كبرنا، هو شو اللي عم يكبر؟ النص. طيب الباراجراف، الباراجراف جيت كبرت النص ما عم يكبر، النص هو برا هو المساحة. الباراجراف، الباراجراف هي اللي عم تكبر وتصغر المساحة تبعيتها تمام. فأنا إذا بدي كبر وصغر النص بدي أروح لهون مثلا، فانا صغرت النص او كبرت الباراجراف. انا اذا كبرت هيك فاللي عم يكبر شو؟ عم تكبر مساحه الكتابه مساحة. بالنسبه لي تمام. يعني انا هيك كبرت المساحه، غيرت مكانها، ليكن هيك هيك او هيك تمام. انا عم اشتغل على المساحه تبعيتي، ما عم اشتغل على النص. نحن هون الكتابة العادية إذا جينا كبرنا وصغرنا فبتكبر الكتابة وبتصغر. هون لازم انتبه الموضوع كتير، هون إذا كبرت أنا مين اللي بيكبر؟ مساحة. المساحة تبعيتي، فعم تكبر المساحة تبعيتي بس تمام؟ شغلة تانية، هون عم يقول لي عم طلع لي شهادة زائد بالنسبة له. لو نشوفها نحن هون، هاي معناها شو؟ إنه في عندي نص أنا مظاهر موجود بس ما ما ظاهر. اي عم اشتغل طيب بس. مو مشكلة بشرحكم اياها يعني. معناها اني في عندي اشارة زائد، انا عندي نص مو ظاهر، فانا اذا جيت وكبرت الباراجراف يعني بس اذا جيت وكبرت انا الباراجراف فالنص هذا شو بصير فيه؟ بيكبر وبيصغر. اما هون فالنص شو بيصير فيه؟ بيكبر نفسه، مو بتكبر الباراجراف تبعيته، فانا عم كبر النص نفسه او عم صغر النص نفسه. هون لا، هون عم صغر الباراجراف وكبر تمام. الاداه الثانيه اللي عندي اياها هي اريا تايب، معناها انه انا مثلا عندي مربع فرضا او بلا مربع عندي هذا المسدس يكون تمام. جيت بدي اكتب جوات، فانا اذا وقفت عليه هيك شايفه طلع لي بس هو دوست عليها، فشو صار يكتب جوات؟ جوات. اها تمام. شايفه صار هو الباراجراف تبعي نفس المبدأ. فيني انا كبره صغره
شايفه؟ صار هو الباراجراف، يعني ماني مضطر اني انا اجي اعمل هيك وارسم باراجراف مربع، لا فيني ارسم باراجراف اللي بدي اياه ايا يكن الشكل اللي انا عندي اياه، فيني اكتب فيه الوان. عرفتي؟ اي شيء انا بدي اياه فانا بدي فيني اكتبه انا عندي. تمام. ايه عندنا أداة تانية هي كمان اسمها باس تايب اون باس. شو معناها؟ طيب أنا مثلا عندنا رسمي بشكل جيد هيك، حلو هيك، بعدها هيك. بس أنا عندي هذا الخط بدي أكتب عليه، هذا اسمه باس طبعا، ما أقدر أوقف عليه بطلع لي كلمة باس. بدي أكتب عليه، فأنا بدي الأداة بدل ما أنا أوقف عليها قال لي بس فيك تكتب، فيك تكتب، فأنا كبست. فشو صار؟ كتب عليه، كتب على شو؟ على الباس نفسه يعني. شايفين؟ أنا فيني أحرك من أول مقاطع، شوف كيف عندي هذا المقاطع، عندي هذا المقاطع، يتحرك على حسب الرسمة. أتحرك على حسب الرسمية، شايفة؟ هون عندي على الطرف اليمين، هون عندي نهاية الباس، فأنا شو بعمل؟ بجيت دخلت، إيه، ايه خلاص. نمسك شيء تمام. تمام. عندي انا هي نهاية الباس هون عشان اوصل الصف، عندي هون انا هي نهاية الباس نفسه، فاذا جيت وحركته هو عم يقول لي اني انت عم تسكر الباس، يعني رح اكتب من هون لهون بس. تمام، اذا جيت وانا حركته هاي زيد فصار عندي مساحة كتاب من هون لحد هون. تمام، صغرتها هيك فعندي كتاب من هون لهون صار. تمام، اليسار شغلته انه تحرك النص نفسه. تمام، فانا عم بحرك النص على الباس نفسه، بدي اياه يبلش من هون، بدي اياه يبلش من هون، يعني يكون. تمام، عندي هون بالنص في عمود شغلته انه يعمل فليب للنص، يعني هيك. تمام، وانا فيني حرك. تمام، فانا عندي ثلاث اعمدة، انا عندي فيني اتحكم فيهم. اول واحد هو هاد اللي بحرك النص نفسه، ثاني عمود هو مجال كتابة الباس نفسه، كتابة على الباس، والثالث هو شو؟ عشان يعمل لي فليب للنص نفسه، لتحت او لفوق او وين يكون، لجوا او لبرا حسب الشكل. مو ضروري يكون هيك، ممكن يكون دائرة عادي، يعني انا اذا جيت عملت هيك هي الدائرة وبعدها جيت اكتب لي عليها، هو شو عمل؟ كتب. تمام، فانا اذا عملت هيك فيني اعكسها لجوا، فيني اعكسها لجوا طبعا. تصميم الأختام تلزمني كثير هالموضوع، إذا أنا عم أرسم ختم أو عم أرسم شيء، فهون كتبنا الخارجي مثلا بنجيب دائرة تانية. نجي
على اللابتوب اسمه ندخل ولا جوه حيث عندي اتنين بعد مثلا تقرا تالتة كتبت شو جوات بعد حددت ثلاثة أجزاء تمام نعمل لهم محاذاة منتصف والمنتصف الثاني فأنا صار عندي جزئين في المواصفات بس هذا زبدي أنا ما أنزلوش ولا بعد يمكن طبعا مش يصدق هيك فعليا هيك تصميم المخطط حسب نحن شو بدنا كلام كتير او بدنا كلام دائري واحد بس بجوز هي انا ما تلزمني تمام فانا ما بدي اياها بجوز بس هيك انا الخطة او بجوز يكون بس انا حاططه هذا لحتى يحدد لي الخطة الدائرة وانا بكتب بس هيك النص عادي هو كتاب هو كتاب هو كتاب تمام هيك تصميم الاختام فعليا هيك مصمم تمام باقي الأدوات نفس الشيء بس إنه بيختلف الـ vertical عن الـ نعم بشكل عمودي أو بشكل أفقي راح ناخدهم في الـ paragraph تبعي الـ type character تمام طبيعيًا هدول طبيعيًا هدول ونكمل إن شاء الله أوكي
تمام، نحن حكينا هلا عن أدوات التايب اللي عنا إياها نحن، الشيء اللي بيلزمنا، الشيء اللي نحن ممكن نطبق فيه. فإذا نحن عدد تايب مرة تانية، فنحن فوق بنلاقي إن نحن تغير عنا، في عنا اللون، في عنا الستروك، نحن فينا نكتب بستروك كمان. إذا جينا نحن كتبنا هيك، قلبناها، نكبره، فنحن فينا نكتب بستروك كمان، ما نكتب بفيل، فيل ما في فيل أبدا، نحن نكتب بستروك. شايفين؟ في عنا الفيل بالستروك، حجم الستروك، ولو بس التبعيد، هدول الشغلات اللي ثابتة عندي. أنا بعد عندي الشغلات التانية خاصة بالتكست نفسه، بس نحن ما بدينا من هون. في عنا من ويندو، نروح على ويندو، تايب، كاركتر. تمام؟ مجرد نحن ما طلعنا هاي الواجهة هاي، فنعرف نحن هلا وين نحن بالكاركتر. في شغلة حلوة، انت مثلا إذا جينا كتبنا في أداة حلوة بالستريتور، إذا جينا هيك هيك، شايفين هاي النص اللي طلع عنا بافتراضي؟ في عندي هاي الأداة أنا اللي هون، أنا جيت كتب كبست عليها، إذا جيت كبست على هذا الحرف، فأنا فيني أعدل بهذا الحرف بس لحاله، فيني أكبره، فيني صغر، هيك كبره، هيك صغره. فيني هيك أعمله لحاله هذا النص، فيني أعمله دوران شوي صغير. جيت على هذا الحرف كمان، فيني كبره كمان، أعمله شوي دوران لحاله. تمام، إجا هذا، مجرد ما أنا أكبس على أي حرف وأنا في الأداة نفسها، فأنا فيني أتحكم فيه. هذا الحرف صغره، هذا الحرف أعمله دوران، أيا يكن أنا اللي بدي إياه، فيني أتعامل معه. هذا الحرف كبره شوي، خليه هيك. شايفين؟ فأنا هي الأداة بتتيح لي إني أنا أتعامل مع كل حرف في النص ويضل نص. يعني أنا بالنهاية نحن جايين على دروس تانية، نحن نقلب النص هذا عندنا إيه، نقلبه شو؟ نقلبه باس، نقلبه كشكل، كشيب. تمام، ما فينا نعدله، بس فينا نضيف عليه شغلات كتير، نتحكم فيه شغلات كتير ما بنحس نتحكم فيها كنص. بس انا هون فيني كبر الحرف وظافره بدون ما احول النص، بدون ما اخليه شكل، ما فيني اعدله بعدين، صار شكل بالنسبه له مثل الدائره. تمام، تمام. يعني احنا وقت بنيجي هيك، نحن هلا شو صار عندنا؟ هذا صار عندنا شكل، فينا نحن نعدل اوكي، فيه مثل ما نحن رسمي بدنا، كاتب. كأنه رسمي و... تمام. فأنا بس ما فيني بقى خلاص أعدل عليه، غير الأحرف مثل هون التكست، هون هون عندي أنا فيني غير هذا الحرف، غير هذا، غير هذا. أما هون بالنسبة لي هون صار شكل خلاص، شيب هو بالنسبة له، هذا شيب وله باس وله كل شيء. يعني فيني بقى أنا أقصقص فيه، فيني أعدل فيه في البنتول، تجي نضيف نقاط مثلا، هون بدي أضيف نقطة، هون بدي أضيف نقطة، هم عرفتي كيف؟ فأنا فيني أعدل فيه، غير فيه، أزيد فيه اللي بدي إياه أنا. شايفين؟ بينما هالشي ما بحسن بعمله أنا، هو طالما النص بدي أحوله ل shape وأتعامل مع الشي، بس أنا فيني من طريق الأداء تبعت الكاركتر تبعيتي سلاش تايب 2 في سلاش شفتي، فانا فيني كبر النص الحرف، كبر حرف او صغر حرف، اعمل دوران، اعمل مط مثلا، هيك عندي الشيء اللي انا بدي اياه. تمام، طيب اذا جينا احنا اعداد الكاركتر، اول وحده هي اعداد سلاش تايب 2 اللي هي حكينا عنها. تمام، ثاني شيء عندي هو النص او الفاميلي، نوع فونت فاميلي، نوع النص. هذا نوع النص انا عندي هون زي كذي، بطلع عندي كل النصوص اللي انا عندي اياها، مو النصوص، الخطوط اللي انا عندي اياها. تمام، كل شيء خطوط انا عندي اياها بطلع هون. فايند مور، طبعا بنروح على ادوبي اذا بدنا نحن، اذا انت مشتركه بادوبي فهو لحاله بيطلع لك هون خطوط، فيك تلاقي الخطوط اللي انت بدك اياها. فاحنا هون على الفون، هو عم يقول لك حجم الشيء اللي بدك اياه هو صغير
كعرض كعرض او متوسط او كبير. هنا اشوف انا النص تبعي، طريقه العرض تبعي، تمام، كتابه والعرض. من هون فيني انا اختار الخطوط اللي عندي، بدي اياها ديموغراف، بدي اياها اشكال، احرف، كابيتال لتر، ايا يكن. كمان فيني اعمل لهم مثل انه فرز، تمام. عندي هون فلاتر تبعي، انا مثلا عندي هذا النص جديد حطيت عليه نجمة، عندي كمان هذا النص حطيت عليه نجمة، هذا النص حطيت عليه نجمة. فانا هدول الخطوط شو اسمها، خطوط مفضلة عندي، خطوط انا حاببها يعني، كيف انا كيف بدي استعملها على طول، ما بدي اقعد ادور على الخطوط كل مرة. هذا الخط عجبني حطيت عليه، هذا الخط عجبني حطيت عليه، هذا الخط عجبني حطيت عليه. انا هدول الخطوط اللي انا بستعملها على طول، تمام. طيب انا جيت بدي نقي خط بدي اياه وخلص، ما بدي اضل عم دور عليه. انا مجرد ما اجي اكبس على الخطوط المفضله، خير طلع لي كل شيء خطوط. ما ضايف له شو؟ ضايف له النجمه تبعت لي، هذا خط مفضل عندي. فورا انا بنقي خط بدي اياه من بيناتهم، تمام. أوف. طلع الشاشة عندكم، راحت و ايه هسه رجعت. تمام، تمام. ما بعرف كان حدا عم يفوت على الحساب تبع الزوم. ما ادري كوبا طلعت لي مروج خطيه. هذا عم يطلع الزوم كامل، كان انفصل كله ورجع فتح. شو اهو شغال المهم؟ شغال، تمام. احنا عندنا هنا عندنا الخطوط تبعتنا، ليه؟ عندنا احنا الخطوط المفضلة عندي، هاي الخطوط المفضلة عندي أنا، عندي هذا الخط، عندي هذا الخط، هذا الخط، هذا الخط. أنا حاطتهم نجمة، ليش حاطتهم نجمة؟ لأنه هدول الخطوط المفضلة عندي، بستعملها على طول، فما بدي أجي أدور عليك مرة بين كل الخطوط اللي عندي، بجوز يكون عندي 1000 خطوة، تعال أدور عليهم، الموضوع كثير متعب ومرهق وبياخذ وقت. خلاص انا الخط اللي بيعجبني انا فورا بجي بحط له النجمه، خلاص هذا الخط بيعجبني انا، فانا فورا بجي لهون بحط على النجمه المفضله تبعيتي. بس انا عندي 10 خطوط مثلا بستعملها على طول، خلاص طلع لي الخطوط المفضله تبعيتي ويطلع لي اياها، تمام. تمام طيب، عندي ثاني شغله هي الاوزان تبعت الخط. شو يعني اوزان؟ يعني مثلا هذا الخط فيه 100 وزن، ما شاء الله الوزن تبع الخط هو وغيرها بده يكون اه مثل هاي البولد وغيرها اللي هي تسخن الكلام، العفو الكتابة سوري، هي هاي البولد وغيرها الأمور اللي كانت تطلع لنا بالفوتوشوب فوق، ايوه هي هي ايه. هي هاي ده تروح الصورة. أوكي تمام مش الحال، تمام 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 طيب قلنا نحن عندنا مجموعة الأوزان، نفس الأوزان بالفوتوشوب، نفس تقريبا بكل البرامج، فالموضوع متشابه. أنا الخط له أوزان، في خطوط عندي أوزان مثل هذا كثير كثير، في خطوط ما له وزن غير واحد، في خطوط لها 4 أوزان 5 أوزان. فالخط هو الوزن تبع الخط هو مدى سمكه، مدى رفعه، مدى حجمه. يعني مثلا احنا هلا هذا اللايت تبع الخط هو ناعم، نعم ايه. اذا احنا مثلا احنا هذا الخط صار ناعم، صار ضخم ومايل، فهو اكسترا ستاند ايتاليك، ما كنت اشرب في شيء اسمه بلاك
فهو بيجيب أعرض الشيء، تمام؟ يعني فعليا أحيانا بين الخطوط، يعني باسمه ريجولار اللي هو المتوسط أو العادي الطبيعي، تمام؟ فأنا عندي هون أوزان الخط نفسه، كل خط له أوزان. طب أنا كيف بضيف خطوط للفوتوشوب نفسه؟ هل فينا نحمله من الإنترنت؟ تعرفوا تحملوا من الإنترنت، ما هيك؟ فينا نحن نحمل خطوط من الإنترنت. أنا هلا بطلع هدول الخطوط اللي عندي مقدرة، شلون بدي أطلع من المواد هاد؟ قال برجع لكم سنة برجع عندي الخطوط كلها، تمام؟ اللي جنبها هي شو؟ هي تبعت إنه اللي استعملته أو اللي ضفتهم جديد بطلعوا لي هون يعني آخر الخطوط اللي استعملتها. آخر الخطوط اللي استعملتها أو آخر الخطوط اللي نزلتها تطلع لي هون، تمام؟ مثلا هذا الخط، فهو شو في ماله غير وزن واحد هو الريجولار. طيب ثالث وحدة هي الخطوط اللي أنا منزلها من ال بسموه من الأدوبي كلاود، الخطوط اللي أنا منزلها من الأدوبي بتطلع لي هون، شايفينها؟ هي خطوط أنا منزلها من حساب أدوبي، نحن هذا حساب أدوبي عندنا، هذا حساب أدوبي، فأنا في عندي شيء اسمه فونت، أنا مجرد ما أروح على الفونت ففيني أنا أمسح خطوط أو أنزل خطوط أو أضيف خطوط جديدة، تمام؟ عم يقول لي ضفت لك هذا الخط، عم يقول لي ضفت لك هذا الخط، متسرعات هذا الخط كمان، هي أوزانه كلها. فيني أنا هو من أدوبي كلاود أنا فيني أوقف تفعيل الخط أو شغله. إذا رحنا على براوزر مو فورد فيفتح لي المتصفح، ما فتح ما شاء الله، تمام. إذا جينا لهو عندي هي مور فونت، أنا فيني أحمل منها الخطوط اللي أنا بديها، تمام؟ تطلع عندي المعاينة تبعت الخطوط، وفيني أحمل منها، تمام؟ هاي بالنسبة للأدوبي فونت. طبعا في شغلات غير الأدوبي فونت، في مواقع تانية كان عندنا بكورس فوتوشوب، إذا بتكون بنرجع بنقدر شغل، تمام؟ تمام. بدنا نكمل هدول إن شاء الله، بس خلينا ناخذ استراحة ساعة إن شاء الله، تمام؟ تمام أستاذ. أشوف شو مشكلة هذا الرسوم كمان، فرق صوتك مرة، أوكي تمام. 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 حكينا إحنا عن التكست، كنا نحكي عن نوع الخط والفاميلي تبعت الخطوط، وفي عنا الأوزان تبعت الخطوط. طيب إذا جينا خلينا نغير نوع الخط، عندي هون مجموعة خصائص فينا نقول نتحكم فيها عن طريق النص، نفس المبدأ تبع الفوتوشوب، يعني ما فوتوشوب اختلف الموضوع، ما بيختلف الموضوع كثير. هون مثلا عندي أنا مثلا، يعني مثلا إذا جيت أنا هذا النص نسخته، بعد فينا نزيد المسافة بيناتهم أو نقص المسافة، تمام؟ تمام. في عنا نحن كمان هون حجم الخط، نكبره ونصغره، هون المسافة بين مسافة الأحرف، بين الأحرف. تمام؟ عندي هون بدأنا بدي أطلع مثلا حرف، بدي مط حرف نوعا ما بالطول أو بالعرض، مثلا أنا جيت هذا الحرف بدي مطه بالطول أو بالعرض، فيني زيده، فيني مطه بالعرض كمان. طبعا هالشغلات هاي ما بنعملها بالتكست الا ما ندري، يعني للحاجة القصوى ما من كتير مكترة، تمام؟ فلأنه نحن النص عنا بس النط، خصوصا مثلا بالعربي بس النط الخط نحن عنا فبيتشوه، لذلك نحن بنحاول قدر الإمكان نكون طبيعيين في الموضوع هذا، تمام؟ تمام هون في عندي أنا إذا بدي أطلع خط لفوق
لأن الكلمة نفسها مثلا دي نهاية اللي قاعد شوية مثلا، وأنا بدي شو أعمل؟ أسحبها لفوق، أرفعها لفوق، مثل مثلا عندي أنا عم بكتب أرقام 2 أس 2 مثلا، مو في 2 فوق هيك بتلاقيه صغير هيك مثلا، شايف؟ فشو صار عندي هون؟ مثل هاي بالرياضيات كثير أو المعادلات، انه بتلاقي اس نحن هون. طب انا شو مسوي هاي البرنامج؟ انا ما في داعي اروح اعمل نص ثاني، اعمل هيك نص اس 2 واعمل نص ثالث كمان اس هيك اس 2 وصغرها واجي بعدها شيله حطه هون، الموضوع مرهق. لا ما في داعي، خلص بنفس النص اللي انا عندي اياه هاد صغرها شوي اذا بدي، بعدها برفعها لفوق. تمام؟ تمام. وعندي هون دوران الحرف نفسه أو النص نفسه، أنا فيني شايفه وعم نزيد الدوران أو عم نقصه. تمام. عندي هون إذا كبست هذا الزر بيسوي لي كل أحرف الإنجليزي تشتغل كلهم كابيتال لتر. تمام. هون بيخليهم كلهم كابيتال بس معناه بس بنفس حجم السمول، يعني شايف حجم شلون هون؟ لا هون ما بس الكابيتال عم بيكبروا، هون بيساويهم بس بنفس حجم السمول ليتر، يعني كابيتال الحرف نفسه بس صغير نفس حجم البيت. هون اذا بدي اضيف نص لفوق او نزله لتحت، اخر حرف اول حرف برفعه لفوق، هون نفس المبدا بس لتحت. هون بحط لي تحت وقف تحت النص، هون بحط بنصه بحط خط بنصه بالضبط، يعني شوف هذا الحرف اكبر شوي فحط فيه النص، هون هذول كلهم على نفس النص بحطهم، هون هذا الحرف فوق بحطه بالنص. ما معناها اني بيجي بحط بنص الخطوط كلها، لا كل حرف من الاحرف بحطه بالنص بالضبط بحط له الخط. تمام؟ في عندنا خيارات العرب بعد التشكيل، ما التشكيل حكيت عنها بالفوتوشوب نفسها. حاليا في مشكلة عندي هون بالستريتور ما عم بشتغل بالعربي، فممكن اعطيكم اياها الدرس الجاي بالبداية ان شاء الله، بس نلاقي حل الموضوع. الباراجراف نفس الموضوع، نحن حكينا عن الباراجراف انه عم نكتب نص حرف، فنحن ما في يعني نتعامل بالباراجراف، وقت بدي اتعامل بالباراجراف لازم اكون عامل نحن. اذا جيت عم تقول هيك خلي النص باليمين، طيب بس شيء نص هيك من اليمين، هيك نص هيك من اليسار، هون خليك كباراجراف خطوط كاملة، يعني بيعبي لي مساحة الباراجراف كاملة. شوف يلا هيك احنا رافعينها كمان هاي صفر اوتو، تمام. فهون شو بيعمل هو؟ بيطلع لي هاي عندي الباراجراف انا، فهون بيعبي الاسطر كامله، يعني لما كنا احنا نعطي في شايفه هون في، طالما هي الكلمه ما بتسع هون خلاص بتضيف سطر بعرف هون فاضي. لا انا ما بدي يطلع هيك النص مفشكل، بدي يطلع على رسق واحد، انا بقول له خلي لي اياهم كلهم على نفس النسق، خلاص بعبي كل سطر بعبيه للاخير، عدل الباراجراف بالضبط. هون بيعبي كل النص كل سطر على الاخير، اخر سطر بس هو الوحيد ما بتعبي هيك على اليسار. تمام. هاي بتعبي لي اياهم كله حتى اخر خط اخر لاين في الباراجراف، حتى بيخليه مستقيم بحيث انه يطلع عندي النص مربع او يطلع عندي النص على قد الباراجراف بالضبط كله، حتى لو ضعيف مسافات مو فاضي، شايفه هون عم بعيف مسافات فاضي وخلص بالنسبه له بيعبي الباراجراف بيعبيه. تمام. تمام. هون في عندي شغلات، انا مثلا اذا بدي اضيف باراجراف نفسه بدي اضيف له اشكال هون نعمل لا بدون شكل. هون اذا بدي اضيف ترقيم عندي انا كذا فقره، انا بدي اضيف ترقيم الى هي فقره واحد، عندي فقره اثنين، عندي فقره ثلاثه، شايفه؟ هون اذا بدي ازيح الباراجراف نفسه انا شايفه بدي اخلي من فراغ مثلا على اليسار، هون اذا بدي اخلي فراغ على اليمين
تمام. هون إذا بدي يزيح سطر، هيك عم يزيح هو سطر، هيك هون إذا بدي أضيف أنا سطر مثلا بالنسبة لي، اللهم رحم الله قائل أمنه بس الفقرة. إذا بدي أضيف فقرة أو باراجراف أو أيا يكن بين السطور، أول سطر أو آخر سطر، هاي اللي وين بدك تحطها أنت؟ بيكسل بالشاشة، هو بتعمل بالبيكسل طبعا. ليش؟ لأنه شاشة عرض من هاي، نحن عم تعمل سي ام واي كي والملف تبعه أو أيا يكن، بس هو عم يعرض لي عرض، هاي هو عم يعرض لي عرض وما عم يخرج الشيء هذا. هون العرض بالنسبة لي يعني التنسيق تبعي، عادي إذا كان هون بيكسل يقول والله إنه ليش بيكسل مدري شو، تمام؟ تمام. نفس موضوع الباراجراف في الفوتوشوب، ونفس موضوع ال فوتوشوب اها ونفسه بالانديزاين، ونفسه في تقريبا في البرامج أدو. التكست تقريبا في كل البرامج نفسها. ممكن نزيد الادوات عندي مثل هو مثلا انا بدي اكتب على الباس مثلا، ما هي موجوده بنفس موجوده بالفوتوشوب، بس ما هي بنفس الفعاليه اللي موجوده هون، بالضبط اها ما هي بنفس الفعاليه اللي موجوده هون. فين نكتب على الخط على الباس نحن بالفوتوشوب، بس مو بنفس الفعاليه. هون تعطيني شكل احلى، فيني اتحكم فيه اكثر. تمام 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 عندنا هون قائمة اسمها تايب خاصة بالفونت، بس ما راح نحكي عنها طبعا كلها يعني، بس يعني حاطيكم نحن الشغلات اللي فيها هون. إذا بدي أجيب خطوط جديدة من أدوبي فونت، شفنا قبل شوي كيف رحنا لهون، نحن جبنا خطوط وبراوزر مور فونت، بحكي مجرد ما أكبس عليها هو بيروح على أدوبي فونت، شايفين؟ فيني أجيب خطوط تانية. هون عندي الفونت نفس الموضوع بالنسبة للفونت إيه؟ هون عندي ريسنتلي فونت، يعني حتى لو أنا مسكر أدوبي خلاص شغلت سكرته ورجعت نسيت أنا الخط شو مستعمله، حتى لو سكرته وفتحته فبيتذكر لي شو آخر 10 خطوط أنا استعملته. أوكي تمام؟ ممكن كان في بال هون إيه نمبر اوف ريسنتلي فونت، فيني أزيده لل 15 فيني ناقص. تمام؟ إذا دخلت 15 قلت له أوكي، أو على التايب على ريسنتلي بتذكر لي آخر 15 خط أنا مستعمله. تمام؟ شوف عندنا كمان الجليفز مثلا، هاي الجليفز شو هي؟ فيها مثل كل خط طبعا بيختلف الجليفز، يعني أنا مثلا مختار هذا الخط والله عشان هيك يعني اختار غير خط مثلا هذا الخط شو هو فيه أشكال، فيه نصوص، فيه خطوط تانية. في عندي أنا خطوط كتير، شغلات كتير أنا فيني أختار. مش في مثلا شكل نختار واحد مثلا هون شكل النص، واحد على اثنين أربعة هون وواحد على أربعة، مجرد إنك بس عليها فهو راح يضبط لي إياها. طيب فأنا هاي بالنسبة لي فورا جاهزة، ضف لي إياها بدل ما أنا أجي أكتبها، وهي نص بتعامل مع معاملة النص. في عندي مثلا مثل تبعت حقوق الملكية، كيف فيها؟ لا هي خطوة الحقوق الملكية، فأنا فيني أصغرها شوي وأرفعها لفوق، شايفة؟ هاي بحطوها يعني على هذا على حسب نوع الخط اللي أنا حسب نوع الخط. إيه في خطوط فيه أشكال تانية كتير، يعني أنا إذا اخترنا غير خط بس بدنا نحط فيه في مثلا هذا الخط فيه غير شغلات، مثلا كل خط فيه شيء، يعني في خطوط كتير فيها القصص هاي، كل خط له أشكال معينة، في خطوط تجي أشكال بس، يعني بتحمليها هي ما فيها أحرف، هي فيها أشكال بس، أشكال لأني أنا أضيف أشكال. فالجليفس هي بتطلع لي هون كل شيء الخط بيدعم، كل شيء فيه شغلات وأشكال، وأنا هاي الحلو فيها يعني أنا بتعامل معك معاملة النصوص، يعني مو شكل مرسوم، أنا
بضيفه على النص نفسه، ففيني كبره كله مع النص، فيني صغره كله مع النص، فيني اعمل له دوران، فيني اعمل له هاي، وبعدها فيني اسويه شكل مرسوم، وراح يجي بدقه كثير حلوه. ليش؟ لانه اساسا هو بالالستريتور هو خط، وهو خط كمان بلف وبدور برجع نفس الخط. دوت بعد الروسي يعني مثلا هاي النجمة مثلا ضيف هذا على النصوص، لو في نجمة إن هون في تحت شرح عنها، بتشوفي تحت خط النجمة هون فوق، بعد بتقري تحت الشرح عنها. ففي مجموعة كتير شغلات أنا فينا نحن نشوف الخطوط اللي عندنا نحن، ونشوف الأشكال تبعتها فينا نستعملها بعدين، أو فينا نفوت عندك نحمل خطوط الأشكال. خطوط الأشكال الحلو فيه أني أنا مجرد ما أنا أكبر وصغر بضل محافظ على حجمه، ما بيبكسر، ما بيصير فيه شيء، وفيني بعد أحوله كشكل. كيف حول كشكل؟ طيب نحن هلا خلصنا النصوص، طال شغلات شوي العربي مش حكوني ان شاء الله الدرس الجاي. خلصنا النصوص، خلصنا التصميم كله، كتبنا النص اللي بدنا اياه يعني يكون، لا 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 خلصنا. بدي ابعت هالملف هذا انا للمطبعه، تمام تمام. انا استعملت هذا الخط اسمه انتون ريجلا، حلو. طيب المطبعه ما عنده اياه، يعني بيجي بيفتح الملف بيقول له انت ما عندك هالخط، بيجي بيرجع له اياه الخط الافتراضي اللي هو مثلا هذا. اجى الاستريتور عنده رجع له اياه لشو الخط الافتراضي اللي هو هذا. شايف الفرق بين هذا الخط وهذا الخط؟ فهو خرب لي التصميم كله، خرب لي الشغل كله، وراح طبع. كان ذكي كثير هو صاحب المطبعه والشاب اللي عم يطبع، كان ذكي كثير وراح طبع. فالتصميم كله بيطلع مخروب، مو منسق، الخط غير، الشركه رح ترفضه، وراح يقولوا ان المصمم هو الغلطان، ما رح يطلع على المطار لك. طيب انا لحل هالمشكله يا بدي اضيف الخط نفسه بمجلد انا بعته، انا بعت ملف الاستريتور مثلا لزبون او بي دي اف، مو لزبون عفوا، لمطبعه، فانا بضيف له ملف الخط مشان يثبته عنده قبل ما يفتح الملف، تمام؟ بس هاي العمليه غير مجديه. انا بحفظ الملف اول شيء، هو التكست هذا عندي حفظته عندي في نسخه، بعد ببلش بقى بحول هاي النصوص لشو؟ لاشكال. شلون بحول لك اشكال؟ بنروح على التال كريت اوت لاين هنا، اي لك كريت اوت لاين، روح هنا بالزر اليمين من هون تطلع لنا فورا نحن كريت اوت لاين. مجرد ما انا اكبس عليها هو حول لي هذا الخط، هذا النص لشو؟ لأشياء. خلص هو صاحب مطبع، لا عاد يحسن يعدل فيه، ولا عاد، وخلص ما في داعي يحمل الخط، مجرد ما يفتحه فهذا هو بيضل مثل ما هو، لأنه هو بالنسبة له صار الاستريتور صار مثل الرسم، رسم رسم صار مرسوم رسم. فنحن بنحل هاي المشكلة شلون؟ يعني أنا المطبع ما تجي تخبص لي في الكتابة تبعيتي تغيرها، أو ما يكون مثبت الخط عنده ويتغير الخط. فنحن بعد ما نخلص الملف أول شغلة بنحفظه كتكست، نحفظه عندنا نسخه لنا، عشان اذا صار تعديل، لانه هلا مثلا انا سكرت الفوتوشوب، صار سكرت الاستريتور، ما عاد اذا فتحته احسن ارجع هذا الشيء، ارجعه نص، تمام؟ فنحن بنحفظ نسخه عندنا، بنحفظ نسخه ك اللهم صل على سيدنا، بنحفظ نسخه كنص عندي. بعد ما ببلش انا كل شيء عندي نصوص، رح نيجي عليها درس ان شاء الله باخر الايام، كيف نحن كل النصوص اللي عندنا نحولها فورا نحولها ك اوتلاين، تمام؟ خليها كل شيء نصوص عندنا بالتصميم، نحن التصميم نخلص وكل شيء، في شغلات اسمها خطوات ما قبل ارسال الملف للمطبع، نتاكد من الالوان، نتاكد من الخطوط، نتاكد من الشغلات، في درس ان شاء الله خاص فيها. بس لازم ننتبه على الموضوع، انا بجوز استعمل خطوط انا المطبع ما عنده اياها، طبيعي جدا انا احسب على الحساب ان خطوط المطبع ما عنده اياها، ان المطبع ما عندك الخطوط الدنيا، فطبيعي جدا، وبدي احسب حساب اني اللي عم يطبع مو فهمان، مو عارفان هو شو عم يعمل. فانا هذا كل شيء انا مشتغله بحاوله لاوتلاين لشكل، وما يحتاج اصلا ندز له نوع الكتاب، نوع النص ابدا ابدا، ولا شيء ولا شيء، ولا حتى يحسن يغير فيه، يعني شوفي صار الخط ما بقى في مثلا يحسب حرف الاي او الام، لا لا خلص، هو صار بالنسبه له هذا شكل الرسم بالضبط، صار يشوفه مثل الرسم، صار يشوفه شكل، شلون الدائره عندي انا دائره شيب بالضبط، هاي دائره وهاي دائره، بالنسبه له كلهم هدول شيب وهذا شيب نفسهم بالضبط،
تمام. تمام خلاص انا هيك حولت التكست عندي لاوت لاين وبعته مربع ومتهلبل، تمام. تمام هذا كل شيء عن النصوص، ضل جزئيه العربي بس ان شاء الله ناخذها اول الدرس الجاي، او ما بلاش بالشيء الثاني. الدرس اوكي الجاي راح ناخذ الدانج شوي في الستيتور، كيف نحن ناخذ كذا شكل نجيبهم ونضيفهم مثلا، ونخلي قص الفروقات بيناتهم، يدمج الفروقات بيناتهم كذا كبداية، وبعدها إن شاء الله راح نكمل بالفرش بإذن الله. تمام تمام؟ الفرش درس كثير حلو، درس طويل شوي. الفرش بالفوتو بالإستريتور كثير حلوة وكثير فيها إمكانيات كثير. أكثريتها تشبه الفوتوشوب تقريبا، بس هم بيها أكثر يعني إضافات حلوة. إيه فيها إضافات حلوة كثير، فبتعملنا شغل كثير مرتب. إيه شغل كثير حلو يعني واحد يقدر بالتكست يسوي أشياء يعني أشكال ايه ملونة. طبعا طبعا طبعا. بالخطوط نحن اذا عملنا لوجو مثلا، لما بنعمل لوجو بنص بتشوفي اسماء شركات كثير بتعمل لوجو باحرف، بالضبط، او فهذا بي يمكن نفس ايه الاسم مال الشركة تسوي شكل. تساوي شكل. فنحن سويناه بعد ما بنخلصه طبعا، بنسوي اوت لاين اللوجو مثلا، كتبناه نحن فرضا عندنا شركه اسمها ام ام، عندي شركة اسمها ام ام، انا جيت ظبطتها وكل شيء، هذا النص هذا الخط اللي عجبني مثلا، هذا الخط اللي عجبني مثلا، تمام. فانا بجي اول شغلة احاول هذا النص اقلبه مثلا، تمام. شفتوا انا هيك بالنسبه لي، تمام، او ام دبليو فرضا، خلينا نتذكر ما انه بتزبط اكثر. فانا جبت هذا الخط عجبني الام ام تبعيته، جيت قلبت الام دبليو ثاني، بعدها جيت قلت له كريت اوت لاين. ما انا فين هاي كريت اوت لاين، هو صار بالنسبه لي شو شيب. بعدها جيت انا اخذت هاي فرضا هيك، بالنسبة لي هذا شو ام دبليو. هلا اذا جينا هيك مثلا نضبط الخطوط تبعيتها بالضبط، عشان فرضا هيك، فنحن شو عنا؟ صار هيك بدنا نعتبره ان هذا نحن بالنسبه لنا لوجو، تمام؟ هلا اذا جينا عملنا له هيك شوي مثلا هاي النقطة، فبالنهاية نحن عملناه هيك، فهو صار شو اوت لاين، نجي بندمجه صار واحد شكل واحد، والله بالنسبة لنا ها صار شكل واحد، تمام. عندي أي نصوص أي شغلات بارزة فأنا بحاول أصلحها. بحيث إنه يطلع الشكل عندي مضبوط بالضبط. عندي هي مثلا هي. شايفة؟ صار عندي أنا هلا هيك بالنسبة لي مثلا كشعار كشركة الـ MW. عندي شغلات بتضيفها، شغلات بناءات، شغلات عم ممكن تطلع أحلى شوي مثلا، نخلي هاي نفس هاي أيا يكن. بالنهاية الموضوع بيرجع عليك للزبون، لنظرتك أنت للشكل. بعد ما خلصته بجي بكتب تحته اسم الشركة هون مثلا، في خط تاني مثلا كتاب، خلينا نخلي حجمه مثلا، جيت كتبت اسم الشركة هون تحته، أو طارم. طبعا هذا جدا هيك موضوع بسيط، بياكل شغل اكثر من كثير، وفي شغلات ثانيه لازم نقعد فيها، بس هي بشكل عام النهاية انا هون هذا صار عندي شكل، فيني انا اكبره واصغره مثل ما انا بدي.
إذا بعت له مطبع راح يضل مثل ما هو، ما في داعي ننزل مطبع، شو لك يعدل فيه شيء أساسا. تمام، تمام. هي سؤال نعم، ممكن سؤال. شلون ترسمه؟ ما التكست، التكست نحن أخذناه من فوتوشوب ايه، صح؟ ما شاء الله بالفوتوشوب بالضبط. مشينا إيه، فنحن مشينا فيه إن شاء الله. تمام. أي سؤال عندكم يبعث لي على الجروب، راح أبعث لكم أشكال تبعت اسمها سيدنا محمد تبعت البنتوت، تدرب عليها تمام. الصور عشان نخلص منها إن شاء الله. اوكي تمام، تمام. والتكست وعاد يعني شوفوا نطبق أنتم مال شغلكم التكست هاي الأشياء، شو. يعني عاد نطبق هاي الأشكال مال التكست مو؟ طب ايه عادي، تمام. طب ايه ما في مشكلة، اذا صار اوكي معك اي مشكلة خبريني تمام على الجروب. تمام، تمام ماشي. نشوفها ان شاء الله. اوقف التسجيل. تمام.